كل سنة وانتم سالمين. والله انا ولا كبير. شو الشيخ هذا؟ ايه ما عجبني ابنه؟ شو عم يشلف؟ السلام عليكم عمي وكل عام بخير. السلام عليكم بخير. عم يجيب سيرة اهل الشام والحكيم الشهبان. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ما عجبني ابي، ما عجبني ابنه. الله يرضى عليك على كل جمله، ولا بعدين بنحكي فيها قصه الشيخ. روح على شغلك هلا. روح على شغلك. كل عام وانت بخير ابو عصام. بخير. السلام عليكم. روح الله معك. تعال سوا عاوزك شوي. مرني يا عمي. تعال حالي. يلا.